قول الملقى على عاتق الكراكات، وبالتالي نقلل الفتره الزمنيه للتكريك ونخلص مشروعنا ان شاء الله في ميعاد. فاحنا قصدنا نيجي في المكان ده عشان نطمن حضراتكم ان الكراكات انهت تكريك 3 كيلو ونص من القناه الرئيسيه، ده في القطاع ده فقط. طب الكراكات انهت كام كيلو بالمره قبل ما نتكلم في الارقام؟ الكراكات دلوقتي تقريبا غير ال 4 كيلو بتوع قنوات الاتصال اللي تم تكريكهم بالكامل، انه حوالي من 9.5 ل 10، نقدر نقول 10 كيلو تكريك في 3 كيلو.